شباب وبركاته. اليوم ان شاء الله في حلقه جديده. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو ساقوم بتقديم لكم ريفيو حول هذه الدرون. هذه الدرون ارسلها لي موقع فاستك كما ترون. هذا موقع ارسل لي هذه الدرون وقال لي انقم بعمل ريفيو انبوكسين لها واقول لكم هل يجب عليكم تقوم باقتنائها ام لا. ساعطيكم جميع العيوب الخاصه بها والمميزات الخاصه بها، لذا ابقوا معي. وقبل هذا اريد ان اقوم بشكركم شكرا جزيلا على 7000 مشترك. اليوم ان شاء الله سنكمل 7000 مشترك، الان تقريبا 6991، واليوم ان شاء الله سنكمل 7000. شكرا لكم كثيرا، وان شاء الله نذهب الى 10000 100000 مشترك قريبا. لذا ابقوا معي لكي تكتشفوا معي هذه الدرون ونكتشف مزاياها وعيوبها. كما ترون هذه الدرون الخاصه بنا، سنقوم فتحها الان. اول شيء هي يد التحكم كما ترون، بعدها توجد هنا الدرون الخاصة بنا اسمها فيتاليتي تيكا 116. تأتيها على هذا الشكل، كبيرة نوعا ما. وبعدها يوجد هناك بعض الاكسسوارات الخاصة بها سأقوم باستعراضها لكم. كما ترون هناك ياتي اجنحة ثانوية كما ترون، هناك ياتي أداة حافظة للاجنحة لكي لا تتكسر او تصطدم بشجرة او شيء ما. وهناك تأتي حاملة الهاتف كما ترون، يمكنك أن تقوم بعملها على يد التحكم هكذا كما ترون. وهناك تقوم بوضع الهاتف، سأريكم على هذا الشكل تقوم بالتحكم بها عن طريق هاتفك. كما ترون الآن سنقوم باستعراض مزايا هذه الدرون والعيوب الخاصة بها. قمت بتجربتها فقط في المنزل وكانت ستحدث كارثة لأنها صعبة التحكم، لذا يجب عليك أن تقوم بتجربتها واللعب بها في مكان خالي. هذا هو المشكل الذي اواجهه الان، الذي لا يمكنني ان اقوم بتجربتها خارج المنزل لانني اوجد في مكان توجد فيه فقط البنايات، لذا صعب علي ان اقوم بتطييرها، لذا ساتسبب في عمل مشكله. لان في هذا الفيديو ساقوم بوضع لكم فقط فيديو احد الاصدقاء خارج المغرب قام بتجربتها، وايضا قام بالتصوير بالكاميرا الخاصه بها. الكاميرا الخاصه بها رديئه جدا وتوجد بها اهتزازات، لذا لا انصحكم ان تقوموا بشراء هذه الدرون خاصه، او اي درونات التي ثمنها اقل من 50 دولار، يعني 38 دولار 50 دولار فقط. هي الان ديكور ليس للعمل بها او التصوير بها. كما ترون ستحدث مشاكل جدا لانها صعبة التحكم. هذا هو وجهة نظري في هذه الدرون، قمت باستعراضها لكم عمل انبوكسين، وسترون الان الفيديو الخاص بها وطريقة تصويرها جودة تصويرها. لكن لا انصحكم بشرائها، اذا كنت تريد ان تقوم بشراء درون لعمل تصوير رائع وعمل فيديوهات رائعة قم بشراء الدرونات الخاصة المعروفة من 500 دولار فما فوق. This is a homage beat. في الفيديو صراحة جودة رديئة جدا في التصوير وتوجد اهتزازات، يعني ليست احترافية، وإذا لا أنصحكم أن تقوموا بشرائها.
الى هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم. اتمنى ان تنال اعجابكم هذه الحلقه، ولا تنسوا الضغط على لايك واشتراك في القناه، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده. الى اللقاء.